أهلا بكم مستمعينا ومتابعينا الأعزاء في حلقة جديدة من برنامجكم أبعاد ثقافية. يتجدد معكم المساء دائما عبر هذه المساحة الثقافية الأسبوعية التي تأتيكم من النادي الثقافي عبر الشبيبة. نحرص دائما على تنوع المواضيع التي تطرح من خلال مائدة هذا البرنامج. نستحضر الجديد دائما، وفي حلقة اليوم أيضا يحضر معنا موضوع مهم لا يرتبط بالحدث ولا يرتبط أيضا بالزمان والمكان، موضوع حيوي ومتجدد، يعني يتجدد كلما تجددت الطاقات الفكرية والإبداعية نحو التأليف والنشر والاستفادة من استثمار تلك الإبداعات التي يستخدمها الكاتب كنتاج فكري لما يتوفر لديه من علم ومعرفة. إذن موضوع حلقة اليوم مستمعينا ومتابعينا الأعزاء هو التأليف والنشر في السلطنة، واقعه وآفاقه المستقبلية. كما لا يخفى علينا جميعا أن عمان كان لها دور رائد ومهم في حركة التأليف العلمي والفكري والأدبي منذ سنوات طويلة، واستطاع العلماء والأدباء العمانيون إثراء المكتبة العربية بالكثير من الإصدارات ذات القيمة المعرفية الواسعة، وامتدت هذه الجهود لتشمل الكثير من الإجراءات من أجل دعم الكتاب والحفاظ أيضا على خصوصية حقوق النشر والتأليف، وذلك من خلال وجود تشريعات واضحة دعمت هذا الجانب، منها قانون حقوق المؤلف والحقوق المجاورة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 65/2008، وكذلك جهود للسلطنة في مجال الانضمام للمنظمات الدولية المعنية بالملكية الفكرية، والتي أيضا تعد مجال مهم في دعم هذا الجانب أو الموضوع الذي نتحدث عنه. فقد انضمت السلطنة المنظمة العالمية للملكية الفكرية الوايب وفي عام 1997، وهو انضمام مبكر أيضا يعكس حرص السلطنة على الاهتمام بهذا الجانب. اليوم مستمعينا ومتابعينا الأعزاء من خلال هذه المساحة نحاول أن نجيب على كثير من الأسئلة التي ربما تحضر في أذهان الكثير منا من خلال التعرف والاقتراب على واقع حركة النشر والتأليف في السلطنة، الجهود أيضا التي تبذلها الجهات المعنية سواء المؤسسات الثقافية وكذلك مؤسسات المجتمع المدني، والجهود الفردية التي تقوم بها دور النشر في السلطنة. نقترب كذلك من مستوى كم وكيف ذلك النتاج الفكري والعلمي الذي نتلقاه بشكل مستمر في شكل إصدارات، هل هو فعلا يواكب المرحلة أم مجرد أيضا جمع لمعلومات قد لا تضيف إلى المشهد الثقافي شيء؟ ونقترب أيضا من التحديات، هل هناك فعلا تحديات يواجهها الأفراد والمؤسسات في هذا الجانب؟ وكثير من المحاور الأخرى سنحاول أن نجيب عليها من خلال هذه المساحة التي يشاركني فيها الدكتور سيف بن ناصر المعمري، أستاذ مشارك بكلية التربية بجامعة السلطان قابوس، وهو خبير إقليمي في المواطنة ومهتم بمجال النشر والتأليف. دكتور مساء الخير. مساء النور، شكرا على هذه الاستضافة وأيضا شكرا على تسليط الضوء على هذا الموضوع المهم. نعم أهلا بك دكتور، أكيد سعيدين بتواجدك عبر هذه المساحة ومحاولة لمناقشة هذا الموضوع من محاور متعددة. ولاحقا ستنضم لنا في هذه الحلقة الأستاذة أزهار بنت أحمد الحارثية مديرة النادي الثقافي للتعرف من خلالها أيضا على دور هذه المؤسسة كمؤسسة ثقافية رائدة في السلطنة في دعم موضوع التأليف وحركة النشر في السلطنة. إذن مستمعينا فاصل قصير وبعدها نفتح مع ضيفنا الدكتور سيف المعمري هذا الحوار في موضوع التأليف والنشر في السلطنة واقعه وآفاقه المستقبلية. دكتور سيف نرحب بك مجددا عبر برنامج أبعاد ثقافية، ونتحدث مثل ما أشرنا في هذه الحلقة عن موضوع مهم وهو التأليف والنشر في السلطنة، نتابع مستوى هذه الحركة والتطور الذي يعني حصل فيها خلال امتداد هذه السنوات، وأيضا نقترب من مستوى هذا التأليف الذي نتابعه اليوم ونشاهده. دعنا بداية دكتور من خلالك يعني نقرأ المشهد، كيف ترى هذا المشهد
في الإطار العماني من ناحية حركة التأليف والنشر؟ بداية شكرا على هذه الاستضافة، وأيضا شكرا على تسليط الضوء على هذه الأبعاد الثقافية من خلال برنامج أبعاد ثقافية. وبالفعل يعني يمكن البرامج الثقافية هي جزء من هذا المشهد، مشهد التأليف والنشر. وإحنا لا يمكن أن نفصل قضية النشر والتأليف في عمان عن بقية المشاهد الأخرى، المشهد التعليمي وأيضا الاقتصادي، لأنه الاثنين مرتبطين. يعني هي العملية وجهين لعملة واحدة. الوجه الأول ثقافي تعليمي يقود طبعا إلى توفير الجوانب المتعلقة بأساسيات الكتابة، بالقراءة، بالتذوق الأدبي، وكل هذه الأمور احنا يعني المناهج الدراسية يعني لامسنا هذه الجوانب، يعني نحن وغيرنا واحنا على مقاعد الدراسة. فهذا جانب يعني له دور. كلما تقدمنا في مجال اللي هو تعليم اللغة، التذوق الأدبي، افتاح مساحات في المدارس في الجامعات لهذه الجوانب، كلما كان هناك لدينا حراك ثقافي. هذا الجانب الأول. الجانب الآخر اقتصادي. عملية النشر هي في النهاية عملية اقتصادية، بحاجة إلى أموال وبحاجة إلى خبرات. بدون طبعا هذه الجوانب لا نستطيع أن نحرك عملية النشر. في السنوات الأخيرة طبعا بدأت تظهر بعض دور النشر، وهناك أيضا مكتبات يعني تقوم بنشر بعض الكتب. إلى أي مدى ما هو موجود؟ لأنه يعني يلبي ويعكس المرحلة اللي وصلت إليها السلطنة في مجال التعليم وأيضا في مجال التطور الثقافي. هذا السؤال اللي دائما يطرح في أكثر من مناسبة، وطبعا تقدم قراءات متباينة لهذا السؤال. لأن البعض يقول والله يعني هناك زخم بالإصدارات، فيذهب إلى المبالغة في هذا الجانب أكثر مما يفترض أن يكون. وهذه الإصدارات طبعا من كتاب أحيانا مبتدئين وليس من كتاب كبار. والبعض لا يرى العملية، يقول والله لا، إحنا وصلنا إلى بعد 50 عام من النهضة ولا تزال دور النشر قليلة، لا يزال المكتبات العامة قليلة، لا تزال يعني أو لا يزال ربط الكتب بالمدارس والجامعات لا يزال أيضا محدود. فبالتالي هناك المشهد مفتوح على عدة قراءات. تقدير الذاتي أنا لهذا المشهد، هناك طبعا نشاط وهناك ناس مجتهدين، ومن ضمنهم طبعا دور النشر. نحن لدينا دار نشر خاصة ونعمل في هذا الحق من 5 سنوات، وهناك مؤسسات ثقافية، النادي الثقافي، جمعية الكتاب، الكل يحاول أن يقوم بدور ما في تحريك عجلة التأليف والنشر، إما من خلال دعم الكتب أو من خلال تبني المواهب أو من خلال عمل يعني ندوات، مؤتمرات، قراءات للواقع الثقافي. فبالتالي كل هذه الجهود أنا أجد أنها مهمة حتى نستطيع أن نمضي ونتحرك أكثر، لأنه إحنا لابد أيضا أن يعني نقرأ واقعنا في ضوء واقع عالمي. الواقع العالمي يشهد يعني حراك كبير في مجال اللي هو النشر والتأليف. لربما نتحدث بالحلقة لاحقا عن مشاهداتي بالمملكة المتحدة. هي ليست مسألة مقارنة مع بلدان متقدمة، ولكن نأخذ بعض المؤشرات على كيفية التعاطي مع التأليف، مع النشر، ما الذي ينشر، حتى أيضا يعني نتمكن من الرد على بعض الأشياء التي تثار على الساحة الوطنية. نعم،
جميل دكتور. دكتور يعني أنا في نقطة ذكرتها في بداية هذه الحلقة عندما تحدث عن بعض التفاصيل المرتبطة بالموضوع، وهي وجود تشريعات والتأكيد أيضا على انضمام السلطنة إلى منظمات عالمية تعنى بالملكية الفكرية. هذه الجوانب المنظمة لهذا الموضوع، الدور اللي تقدمه أيضا في دعم حركة التأليف والنشر في السلطنة، وأيضا يعني المقاربة اللي يحدثها مثل هذا الموضوع في انتشار أيضا الإصدارات العمانية وخروجها من النطاق يعني كمجالات إبداعية وفكرية إلى الخارج. نعم، يعني التشريعات جانب مهم في نعم. يعني التأليف والنشر شأنها شأن أي عملية بحاجة إلى تشريعات، بحاجة إلى إطار يتحرك فيه المؤلفين والكتاب. فالانضمام إلى هذه الاتفاقيات وهذه الجمعيات المعنية بالملكية الفكرية، أنا أتصور أنه جانب مهم، ونحن لابد أن نلتزم حتى أيضا نستطيع أن نحافظ على هذه الإبداعات الفكرية والأدبية التي تخرج من البلد. هذا طبعا ناحية. الناحية الأخرى أيضا نجد التشريعات هي مثلا تؤثر من ناحية أخرى، تشريعات متعلقة بقانون المطبوعات والنشر. يعني إذا كانت هذا بعد عالمي يؤثر على هذه العملية، هناك أيضا جانب وطني يؤثر كثيرا. وهناك طبعا دعوات لمراجعة هذا القانون، لأنه هذه المراجعة هي التي ستعطي زخم كبير للانطلاق في التأليف والنشر، وفي أيضا إصدار المجلات الثقافية، وأيضا خروج بعض الكتب من داخل عمان بدل من أن تخرج من خارج عمان. فنحن نأمل. أنا دكتور هذه النقطة أريد أوقف معها، لأن يمكن كانت مثار جدل لكثير من المؤلفين، وطرحت في عدة مرات وتم مناقشتها سواء عبر برامج أو عبر منصات التواصل الاجتماعي. اليوم ما هي التحديات اللي يجدها المؤلف ودار النشر أو الناشر في يعني هذا القانون اللي يمكن يعني لم يلقى تحديث، والمطالبة بتحديثه والمناداة بتحديثه كانت كبيرة ومستمرة؟ ما هي بالتحديد هذا التحدي الذي نواجهه في أي مادة تحديدا، وكيف يمكن أيضا أن نعبر بهذا القانون ليكون مثل ما أشرت يعني هو مساحة أوسع لتعزيز حركة النشر والتأليف مستقبلا من خلال تعديل هذا الجانب أو تطويره بما يوائم المرحلة؟ طبعا هذا القانون له محددات كثيرة في تأسيس دور النشر، في عملها، في ضمانات مالية. إذا تكلمنا عن الجوانب التأسيسية الأولى، في إصدار الموافقات، ومن جانب آخر أيضا له محدداته في بعض ما ينشر. لكن طبعا هذه المعطيات لا تجعلنا نقول أن هناك بالفعل إشكالية كبرى في إجازة الكتب. نحن نتعامل مع الجهة المعنية وزارة الإعلام، ونجدهم بالفعل دائما، أولا خدماتهم الإلكترونية سريعة، الآن إجازتهم للكتب سريعة. مسألة التحفظات هي ليست دائما، نعم يطلبوا في بعض الأحيان، وقد تكون لأسباب، نعم لأسباب، يعني لأسباب يضعها هذا القانون. لو عدل القانون إذن ستنتفي هذه الأسباب. ولكن بشكل عام يعني هم متعاونين وينجزوا يعني الموافقة على الكتب بسرعة. وأيضا التعديلات أحيانا لا تكون يعني قشة تخصم ظهر الكتاب، يعني ممكن أنه بالفعل أنه يعادل، هو حذف عبارة، حذف جملة، من أجل أن يخرج الكتاب. وأنا أتصور أنه حتى عالميا أنه بعض الأشياء أو تجري في أو بمعنى أنه يطالب بعض الكتاب بإجراء تعديلات معينة. لكن الإشكالية الكبرى هي بالفعل في التأسيس، موافقة على التأسيس. يعني اليوم إصدار مجلة ثقافية هل يعني يحتاج إلى كل هذه المتطلبات؟
ونحن في زمن زمن الانترنت نعم. الاشياء مفتوحه، ان نحن نخسر في هذه الحاله اذا وضعنا كل هذه العقبات نعم. نخسر كثير من المبادرات لاصدار مجلات لتاسيس مؤسسات ثقافيه ودور نشر نعم. والمشهد الوطني بحاجه الى تنوع وبحاجه الى تعدد، لانه لا يمكن يعني أن نتكلم نحن بعد 50 عاما وعن عدد دور نشر بسيط جدا مقارنة بالحراك الذي يوجد خارج البلد. نعم. خلينا نقترب أيضا دكتور من تجربتكم، أنتم مثل ما أشرت لديكم دار نشر الوراق وتجربات 5 سنوات، أتوقع يعني تجربة نستطيع أن نقول أنها يعني اكتسبت الواقع واستطاعت أن تتعايش أيضا مع معطياته ومتطلباته. نقترب من هذه التجربة، وكيف تستطيعوا اليوم أنتم كدار نشر ليس فقط الاتجاه إلى الناحية اللي ذكرتها، الناحية الاقتصادية، وإنما الاهتمام بالدعم الوطني والحس الوطني نحو هذا الجانب في موضوع تقديم مبادرات ودعم التأليف والنشر والحركة الثقافية والفكرية داخل السلطنة. نعم، احنا طبعا انا والاستاذة زينب الغريبة اسسنا نعم. دار الوراق من خلال تجربة مع النشر يعني نعم. معاناة يعني كانت يعني، فخرجت دار الوراق من هذه المعاناة، عملية نشر غير منظمة بعقود وغير منظمة بعمل انه يتيح بالفعل لاي صاحب كتاب انه يدخل عالم النشر بأرياحية ويمر بسلاسة، ويعني كل هذه المعطيات قادتنا الى تأسيس دار الوراق. نحن الان ندخل السنة السادسة نعم. ولما كنا بالسنة الاولى اسسنا كثير من الناس يقولوا طيب يعني خليكم سنة وسنتين وبتغلقوا ان شاء الله يعني نعم. ومن اكثر طبعا من جهة يعني، لكن المشروع لم يكن بالفعل مشروع اقتصادي نعم. اللي يريد يعمل يعني اللي يريد يعمل مشروع اقتصادي يعمل سوبر ماركت ولا يعمل يؤسس دار نشر يعني نعم. لكن نحن يعني كتاب فأحببنا هذا المجال وأحببنا أن نفتح نافذة نعم. لغيرنا من الكتاب تتيح لهم طبعا تجنب الأشياء اللي يمكن الواحد مر فيها في بدايات نشره. بعد هذه السنوات أنا أقول لك أنه إحنا لله الحمد يعني شاعرين بالرضا، يعني تبنينا برامج كثيرة، احتضننا مواهب كثيرة، قدمنا ما يقارب الآن من 600 كتاب نعم. طبعا فيها طبع كتب أجنبية ولكن معظمها لكتاب عمانيين نعم. لولا وجود دار الوراق يمكن ما كانت يعني هذه الكتب ستخرج نعم. لأنه كنا نقدم دعم كبير لا يمكن أن تتخيليه. يمكن اللي ما داخل في عالم النشر لا يعرف ما هي متطلبات النشر من المراجعات الأولية، لجان التقييم، احنا معنا لجان تقييم وندفع للجان التقييم، الترقيق اللغوي، الرسم أحيانا، أشياء، إصدار أرقام الإيداع، متابعة النشر، الترويج عبر الشبكات، كل هذه العملية كنا نقوم بها بإيمان أنه احنا نريد نفتح نافذة للنشر ولم نتكلم نعم. لو تتبعتي كل هذه المراحل وجدنا طبعا غيرنا دائما يذكر معاناته، نحن لم ندخل هذا المجال لكي يعني نجعله نافذة من أجل المطالبة والمطالبة، احنا دخلنا هذا المجال ونحن مؤمنين وندرك انه الدخول في عالم الكتب في البلدان العربية هو يعني بحاجة الى صبر، بحاجة الى تحدي. وكان معانا برامج في برنامج المؤلفين الصغار، اصدرنا منه عدة كتب، حررنا لقصص أطفال، كان في برنامج كتب التاريخ العماني، اصدرنا تقريبا 5 كتب من هذا البرنامج حتى الآن، في برنامج إبداعات أدبية تبنينا فيها روائيين شباب كان معانا دعم للجامعات الشبابية اللي موجودة في الجامعات، أيضا صدرنا كتابين، كان معانا دعم للمؤسسات اللي الخيرية، يعني تجينا مثلا جمعية تقول والله احنا مؤسسة خيرية، عندنا قصة هل ممكن انه انتو تشوفوا رسامين واحنا ناخذ القصة هذه ونبيعها من اجل اللي هو دعم، عملنا هذا الشيء، وزعنا الى مكتبات عامة، عدة مكتبات عامة في عمان،
وباستمرار نرفد هذه المكتبات العامة بالإصدارات الجديدة، وفي مكتبات خارج البلد بالجزائر وغيرها اللي قصدونا يريدوا الكتب أعطيناهم كتب من إصداراتنا مجانا. فإحنا هذا يعني الجهد اللي احنا نقوم فيه من 6 سنوات واحنا مواصلين. يعني الاسبوع القادم 20 كتاب في زمن تداعيات كوفيد تصدر من دار الوراق. نعم. وفي مؤسسات ثقافية اغلقت. نعم. ترعاها حكومات، وفي مؤسسات ثقافية داخلية وخارجية قلصت من دعم الكتاب، ولكن نحن ماضين في هذا الجانب، لانه لا يمكن عندما تفتح نافذة ثقافية تفتح بصعوبة. نعم. فبالتالي غلقها يعني يحتاج يعني الصبر والتضحيات هنا من صاحب دور النشر، وإيمانه قبل ذلك بالرسالة التي ينبغي أن تقوم بها دار النشر. هو مثل ما ذكرت دكتور، إذا كان يريد أن يبيع الكتب فليفتح يعني مثل ما ذكرت بقالة للبيع، يعني ممكن أن تكون فقط نافذة لتصدير هذه الكتب في الداخل والخارج. ولكن عندما يؤمن هذا الشخص واقترابه أيضا من مشروع التأليف وممارسته لهذا العمل، أني أريد أن أقدم رسالة ثقافية في وطني، رسالة تستمر ولا تنتهي بانتهاء التحديات أو الأزمات اللي نعيشها. بكل تأكيد. نعم. يعني إحنا لا يعني أنا لاحظت بالمملكة المتحدة يعني هذه الكتب موجودة في كل مكان، وذكرت في لقاء الأسبوع الماضي حول هذه التجربة أنه المدن غارقة بالكتب في كل مكان. المكتبات العامة في مدينة واحدة توجد 33 مكتبة عامة فيها كتب إلكترونية وورقية، هذا ناهيك عن الكتب الشرائية. الكتب تصدر كل يوم، الكتب توزع في المدارس، القراءة مادة أساسية. من أسبوعين كان الاحتفال باليوم العالمي للكتاب، فكان خصص اليوم المدرسي بالكامل للكتاب. دخلت عدة مؤسسات دور النشر ومؤلفين وروائيين يحكوا للأطفال في المدارس. من هنا ينشأ الوعي الثقافي. الوعي الثقافي ليس فقط يعني قراءة نقدية لرواية أو لقاء ثقافي. الوعي الثقافي هو نهوض جماعي وتحرك جماعي، إنه الثقافة تكون بالشوارع، مثلها مثل المساجد، مثلها مثل البقالات، مثلها مثل المجالس العامة. يعني أينما تتحرك تجد نافذة ثقافية. لا يمكن أنه إحنا مدننا وأحيائنا السكنية تكون بدون مكتبات أو أماكن للكتب، بدون شيء ثقافي. نعم. أنه يشعر هذه الأجيال أنه الطريق لفهم العالم هو القراءة. نعم. والقراءة المستمرة والكتاب هو ليس وسيلة تعلم، ولكن هو وسيلة لبناء إنسان. فبالتالي يعني لما نتحدث، يمكن أنت طرحت قلت والله يعني أنه اليوم البعض يقول والله هل هذا الإنتاج الثقافي اللي موجود معنا يعني هو جيد، هل هو ظاهرة صحية؟ وسمعنا هذا في تغطيات معارض كتاب. أنا أقول لكل هؤلاء الذين يقولون أنه كل شيء وجد لكي يوضع في كتاب، القراء ليسوا بمستوى واحد، الفيلسوف يحتاج كتاب في الفلسفة. نعم. وسائق التاكسي يحتاج كتاب ألوان وكلمات متقاطعة، هذا اللي يريد يقضي وقت فراغه وهو ينتظر الزبائن. لقد وجدت طبعا في المملكة المتحدة كتب تصدر بكافة الأشكال، هناك كتب مقالات، وهناك كتب في الطبخ، وهناك كتب في الكلمات المتقاطعة، وهناك كيف تختارين المطعم في نهاية الأسبوع إرشادات، وكيف تتعاملين مع الكلاب والقطط، كيف تنظم. وهذه في مكتبات معروفة، واترستون مثلا. نعم. توجد فيها كل هذا الخيار، لأنه من يدخل المكتبة هناك كل هذه الشرائح. نعم. لا يدخلها فقط المفكر الكبير الذي يقول للناس لا يعني ليش تصدروا أنتم كتب بهذا الشكل، ما أنت هذه الكتب ليس لك يعني. نعم. أنت لست وحدك موجود في الساحة حتى تقول أنه لا تصدروا إلا كتب بالفلسفة أو بالتربية أو بالفكر الديني. نعم. يعني هذه بعض من الأشياء اللي نحن نسمعها بشكل دائم في الحياة الثقافية، في المناسبات الثقافية. وطبعا الآن الأوان أنه نتخلص من هذا، ننظر، نفتح عيوننا للعالم، ونلبي أيضا اهتمامات الناس حتى يستطيعوا أن يعني الثقافة شأن شعبي وليس شأن للنخبة. النخبة نعم تجتمع لوحدها وتجلس، ولكن عندما تكون الثقافة هي شأن عام وشأن شعبي، مثلها مثل الخبز، الناس كلها تأكل الخبز. إذن لابد أن نقدم جرعة ثقافية
لكل مهتم ولكل راغب. وهذا يعكس دكتور أن هناك يعني من يستطيع أن يعني يمسح الواقع ويعرف حاجة الناس. يعني الذائقة تختلف من شخص إلى آخر، مثل ما ذكرت الطفل هي حاجته تختلف عن حاجة سائق سيارة الأجرة، عن طالب الجامعة، وعن المفكر أو المثقف. وبالتالي توفير كل متطلبات هذه المستويات أو الشرائح هو ما يعزز تلك العلاقة بين الشخص وبين الكتاب. أنا لو وجدت هذا الكتاب ليلبي متطلباتي وذائقتي ووقتي أيضا، يعني البعض لديه وقت قصير يحتاج أن يقرأ أشياء ترفيهية، والآخر يحتاج أن يقرأ أشياء فكرية. هذا الدراسة لواقع متطلبات الشأن الثقافي أيضا مهمة. نحن ربما أغلب الإصدارات مثل ما ذكرت في اتجاه واحد، إما أن تكون ثقة أدبية وتلبي حاجة أشخاص، إما أن تكون علمية أو فكرية. وأغلب شرائح المجتمع لا تجد تلك يعني المستوى اللي تذهب إليه من الكتاب، وبالتالي تتجه إلى مصادر أخرى مثل يعني الأجهزة التقنية أو شبكة المعلومات أو غيرها لتلبية متطلباتها من الحاجة الثقافية. نعم، يعني تلبية هذه الحاجات، نحن نريد أن يعني نوطد العلاقة في انفصام في مجتمعاتنا بينها وبين الكتاب. نحن لا نريد نعمل أي شيء حتى نرجع هذه العلاقة، حتى يكون في نوع من التواصل مع الكتاب. لأن اليوم مثلا الكل يقول لك والله أنا بنفق على وجبة غذائية مثلا بخمسة ريالات، لكن أنا أشتري كتاب بريالين، ممكن تعطون الكتاب؟ حتى لو أعطيتوني مجانا أنا ما بقرأ الكتاب. طيب هذا يعبر عن إشكالية. لما تروحي إلى طلبة جامعات وإلى طلبة مدارس لا توجد قصص، يعني لا يوجد مادة للقراءة، لا يوجد احتفال يعني المناسبات الثقافية، اليوم العالم الكتاب وغيره، وتوزع كتب وتدخل عدة جهات. لأنه هذا الدور الحقيقي، الدور الحقيقي ليس أنه إحنا نعمل مناسبات ثقافية، أن نتحد كل هذه الجمعيات المؤسسات اللي ذكرناها، نتحد مثلا في اليوم العالمي للكتاب ونعمل مبادرة لطلبة المدارس. هؤلاء جيل المستقبل، لابد أن نرغبهم بالقراءة بأكثر من شكل. نأتي إلى المدارس ونبدأ، يعني الحكواتي موجود بالغرب. يعني الأشياء اللي اكتشفناها أنه الحكواتي هو يحضر إلى المدارس ويبدأ يحكي القصص للأطفال في المدرسة من أجل أن يحببهم بال. نعم، يمكن تكون جهود فردية وذاتية غير مرتبطة بدعوات أو بمقابل. نعم، وجهود مجانية، يعني يبعثوا إلى كاتب كبير ويقولوا له يعني إحنا نريدك اليوم تجي. وأنا طبعا شهدت هذا الشيء، ابنتي كانت بالمدرسة الابتدائية بسكوتلند. إحنا اليوم تبعثي إلى كاتب يقول لك والله أنا أروح مدرسة، يعني أنا كاتب كبير، يعني ليش أروح مدرسة؟ وبعدين وين يعني أعطوني شهر أوافق ولا ما أوافق؟ يا جماعة هذا دوركم، دوركم اذهبوا للناس. انتم دوركم يعني لا تعيشوا في بروج عاجية. الثقافة هي يعني شيء اجتماعي، لابد انه نقترب من الناس. لابد ان نعرفهم، لابد ان نفتح حوار معهم، لابد ان نتفاعل في الجوانب الثقافية. فهذا عامل مهم. اما ان تنعزل المؤسسات الثقافية وتقول والله انا عندي نشاط، نعم هذا نشاط جيد، بس هذا للنخبة. هذا ليكم انتم، لكن ماذا فعلتم للشعب؟ هذا هو النافذة اللي احنا يعني انا ادعو لها، واتمنى في الفترة القادمة بالفعل ان نتحد في مبادرة جماعية من اجل تعزيز الثقافة الشعبية. نعم، ويمكن يعني اللي يتابعنا ويستمع علينا، نحن لم نخرج من إطار الموضوع حديثنا عن التأليف والنشر، أن يعني لا نعتبر هنا بالكم وإنما بالكيف. نحتاج إلى علاقة بين القارئ وبين الكتاب اللي ينتج، وأيضا يعني يكون هناك جهد مبذول سواء من المؤلف نفسه أو من دار النشر اللي تعمل على إخراج هذا الجهد الفكري والأدبي. وكذلك يعني موضوع مرتبط بالكيف المتوفر في هذه الإصدارات، نحتاج إلى إصدارات متنوعة في مضمونها تلبي مختلف الحاجات والذائقة التي تتوفر لدى المجتمع. دكتور استأذنك والمتابعين خروج إلى فاصل قصير، وبعدها لنا عودة لاستكمال ما تبقى من محاور في هذا البرنامج.
أهلا بكم مستمعينا ومتابعينا الأعزاء. نواصل مع ضيفنا الدكتور سيف بن ناصر المعمري، أستاذ مشارك بكلية التربية بجامعة السلطان قابوس وخبير إقليمي في المواطنة، مهتم بالتأليف والنشر. ما بدأناه من حوار حول هذا الموضوع المهم اللي ربما تشعبنا لكثير من الجوانب المرتبطة به. نعود لك دكتور ونتحدث عن ربما الفترة الحالية. البعض ينظر أن ما يعني نعيشه ربما أكثر من عام الآن من تأثيرات جائحة كورونا أثرت كذلك على موضوع الكتابة والتأليف والحركة الثقافية. كيف أيضا تنظر إلى هذا الموضوع؟ هل فعلا هذا الموضوع كانت له نتائج سلبية؟ أم البعض استثمر هذه الفترة وفترة الإغلاق والوقف والحظر وغيره إلى مساحة هدوء لمزيد من التأليف ودعم حركة النشر؟ مؤثرة ما في شك في ذلك يعني، لكن إذا أتكلم عن نفسي الجائحة وفرت لي وقت أن أنهي بعض الكتب التربوية اللي كنت أشتغل عليها يعني، فأصبح أنه وقت يعني ما في مجال أن الواحد يخرج ويروح ويجي عزلة وتفرغ للكتابة، فلرب ضارة نافعة يعني. أتصور يمكن لو أخذنا الأمر من ناحية شخصية نقول لا، الناس كانت تقرأ وتؤلف وتنتج، لكن لو أخذنا الموضوع من ناحية عامة اللي هي معارض الكتب، نعم توقفت معارض الكتب، والناس متعودين أنه معارض الكتب تكون فعاليات ثقافية يقتنوا منها الكتب ويعيدوا طبعا التواصل مع الفعاليات الثقافية، فمن هذه الناحية يمكن كان في تأثير. وهنا أيضا في كتب كثيرة كانت تظهر على معارض الكتب مثل المسلسلات الآن. الآن الدراما العربية لا تنتج مسلسلات إلا لرمضان، وبعد رمضان تبدأ المسلسلات هذه تبث طوال العام. أيضا الكتب تنتج لمعارض الكتب بالوطن العربي بخلاف طبعا الغرب حيث عدد القراء كبير، الكتب تنتج بشكل دائم، وخاصة إذا كانت في مواسم مثل موسم الأدب الفرنسي اللي يبدأ في سبتمبر واللي طبعا يشهد حراك كبير. فمن هذه الناحية أنا يعني أجد بالفعل في تأثير، لأنه في ناس كثيرين لأن أجلوا إصداراتهم على أمل أنه طبعا تعود معارض الكتب، ويبدو أنه لا شيء يلوح في الأفق يعني. نأمل أنه معرض مسقط وهو من المعارض الجيدة في المنطقة أنه بالفعل يقام في العام القادم. فهذه هي الجوانب اللي مرتبطة بتأثير كوفيد. وخلال طبعا هذه الجائحة احنا مثلا في دار الوراق كانت تصلنا أعداد كبيرة من الكتب طلبات للنشر، وانت ذكرت طبعا موضوع الكم، احنا نسبة الرفض وصلت مع 75%. وانا اقول لكل الشباب والبنات والناس يعني تشتري ساعة من حقك يعني. تشتري حقيبة يد ما حد يعترض، تشتري اي شيء، لكن الكتاب لابد انه يكون كتاب جيد يعني. انك تريد تكمل كل هذه الاشياء بكتاب ما يصير يعني. لابد انك تكون كاتب وانك تصل، ليس جزء من الكماليات ليس جزء من الكماليات. ولذلك في يعني هذه النسبه بالفعل انه احنا ايضا لو كنا فاتحين المساله مثل بعض دور النشر بالمنطقة التجارية، إذا قبلنا كل هذه الأشياء ونشرناها، ولكن أيضا لابد من مسألة الانتقاء وأن يقدم شيء مكتمل، شيء يحمل مضمون ثقافي، شيء في قيمة مضافة، لكن ليس كل شيء يعني. وللأسف يعني البعض اليوم الكل يقول لك أنا أريد أطلع كتاب، من حقك، لكن أطلع كتاب مكتمل، كتاب في لغة جيدة. نعم التحرير هو عملية من العمليات، لكن لا يمكن أنه يأتيني كتاب لا يوجد فيه أي أساس وأقول أنا أقوم بتحريره على أساس أنشره، إذن هذا كاتب آخر للكتاب وليس صاحب الكتاب نفسه.
نعم جميل. دكتور، وإحنا نتحدث عن موضوع أيضا يعني جائحة كورونا كوفيد 19 ونتابع، وأيضا كان لك خلال هذه الفترة القريبة إصدار كتاب مؤخرا وتابعنا أيضا سواء فيما كتب عن هذا الإصدار داخليا وخارجيا أو من خلال النشر عبر منصات التواصل الاجتماعي، وهو كتاب تطوير المناهج الدراسية في ظل كوفيد 19. وهذا الكتاب أيضا هناك مشاركة كبيرة في، يعني قمت بتحرير هذا الكتاب ولكن قم بمشاركة في يعني وضع مادة هذا الكتاب مجموعة من المختصين من دول مختلفة. دعنا نتكلم عن يعني أولا هذا الكتاب وما الذي يحمله من مضامين وما تلك القيمة من هذه الشراكة في التأليف في إصدار مثل هذا. نعم، أنا طبعا كان عندي مشروعين في خلال كوفيد. نعم. هذا هو المشروع الأول، وفي مشروع كبير على مستوى إقليمي أتكلم عنه بعدما نلقي الضوء على هذا الكتاب. نعم. طبعا هذا الكتاب هو من نمط الكتب اللي التي يتم تحريرها، بمعنى نعم. يكون فيها محرر هو الذي يقوم بعملية الاستكتاب، هو الذي يعمل هيكلة الكتاب، هو الذي يحافظ على التزام جميع المؤلفين بالخط العام للكتاب. نعم. ويتولى كل هذه العمليات، وعملية التحرير هذه عملية من خلال تجربتي الآن ممتعة. نعم. ومتعبة. نعم. فممتعة لأنه يعني الكتاب أولا يعني يصدر بعدة بعدد المؤلفين بفكر متعدد. نعم. فبالتالي هذا يعطي قيمة، خاصة إذا كان كتاب علمي مثل هذا الكتاب. كان معانا 11 متخصص وهؤلاء من عدة جنسيات، ولكن هم أساتذة في قسم المناهج والتدريس بكلية التربية جامعة السلطان قابوس. نعم. فبالتالي خرجنا بهذا الكتاب أيضا لسد نقص. احنا وجدنا لما بدأت اللي هو الجائحة كان اهتمام في عالم التربية بالمنصات. نعم. كيف نستطيع ان نعالج التعليم من خلال ايجاد اللي هو التواصل ما بين الطلبة وما بين نعم. مؤسساتهم التعليمية ومعلمهم، فكان الاهتمام بالاتجاهات نحو التكنولوجيا، لكن لم احد يهتم ما الذي تحمله لنا الجائحة في مضامين التعلم. نعم. فأنا التقطت خيط المضامين التعلم بعد اطلاع طبعا على كثير من الدراسات على مستوى عالم وجهد مؤسسات انه ما في تركيز على هذا الجانب. نعم. وبدأنا في نهاية طبعا او في منتصف الصيف اعد لمقدمة هذا الكتاب، مخاطبة المؤلفين، ولله الحمد يعني مسألة التحرير تمر بمراحل، وبعض المؤلفين يحتاج دعم، بعض المؤلفين ممكن يبعد عن أكثر من قراءة، يعني لا تتخيلي الجهد الذي يبذله المحرر حتى يستطيع يوجه أيضا هذا الاختلاف إلى اتجاه واحد. نعم. وأيضا أنت أمام تباين وأمام تعديلات، محتاج أنك في بعض الأحيان تدخل في عمليات تفاوض، لأنه نعم. البعض مثلا حتى لو مبتعد يرفض أنه يعود المسار، فحتى لا تخسري يعني مؤلف وكاتب وفصل إذا تلجأ إلى فتح الحوار، فمحتاج لك أيضا جانب نفسي بالإضافة إلى الجانب العلمي حتى تتعاملي مع يعني هذه الكوكبة من المؤلفين، ولله الحمد هم كانوا فاعلين ومساهمين وساندوني في إنهاء هذا الكتاب. نعم. بتقبلهم وصبرهم على ملاحظاتي المتعددة في عدة مراحل. طبعا الكتاب ميزته أنه أتيح مجانا. نعم. وإتاحة الكتب مجانا اليوم من الصعب، خاصة إذا كانت صادرة من دور النشر، يعني لا تتوفر لها يعني الدعم المالي للمؤسسات الذي يتوفر لمراكز أبحاث بالمنطقة أو نعم. لجامعات وغيرها، ولكن نحن في دار الوراق أتحناه مجانا لله الحمد، يعني حتى الأمس لأنه جالسين نعمل إحصائية وصل إلى معظم الدول العربية مع 5000 نسخة. نعم. إذن القيمة يعني نحن نهدف أنه هذا يفتح الباب للتساؤلات. نسخة إلكترونية طبعا. نعم، نسخة إلكترونية. نعم. مجانا. نعم. لم نضع، رغم أن الكتاب كان مكلف، ولكن من أجل له أيضا الدعم مبادرة اليونسكو العلم المفتوح. نعم. خلال كوفيد
يعني كان هناك تحالف من عدة مراكز بحثية عالمية وغيره، ونحن جزء من هذا الحراك العالمي. نعم. طيب لماذا لا نشارك في هذه المبادرات؟ نعم. ويعني نخرج بمبادرة من السلطنة، هذا كان طبعا اللي يشغل فكرة، وهذه الرسالة اللي احنا نأكدها، يعني دور النشر هنا ودار النشر، هذه الرسالة المضمون الداخلي اللي ينبغي أن تقدمه في دعم حركة الثقافة في أي مكان تكون فيه. دكتور، أكيد اللي يسمعنا يمكن لديه اهتمام أيضا باقتناء هذا الكتاب، خلينا نتعرف من خلالك على آلية الحصول على هذه النسخة. نعم. المجانية المتاحة للقارئ في الداخل. نعم. والخارج. هي يعني النسخة الآن تتداول عبر الإيميلات. نعم. وأيضا عبر الشبكات الواتساب في الوطن العربي، عبر. نعم. الفيسبوك، يعني بإمكان اللي هو من يرغب في اقتناء الكتاب يتواصل معي على حسابي بالتويتر أو. نعم. على إيميلي أو. نعم. يتواصل مع دار الوراق. نعم. على حساباتها بالشبكات. يعني نحن في الفترة في العشر الأيام الأخيرة من ظهور الكتاب بالفعل، يعني كان تواصل مع عدة جروبات تربوية عربية وأيضا مع عدة جامعات أكاديمية، ولله الحمد يعني هذه هي كرة الثلج، يعني. نعم. لجأنا إلى هذه الآلية أنه يعني فرد يوصل الكتاب لآخرين في شبكته، وهؤلاء أيضا يوصلوا لآخرين، ولله الحمد. نعم. يعني الأمور يعني ساعدت على وصول الكتاب، وهناك أصداء طيبة. ويعني إحنا اللي يهمنا بالفعل في هذه المرحلة أن ننظر إلى أنه أي كتاب يعني يظهر بالساحة، إذن ينبغي أن قيمته أنه فيما يتركه، فيما يفتحه من نقاشات، فيما يساعد عليه من إطلاق مبادرات. اليوم طلبة دراسات عليا يبدأوا دراساتهم في الماجستير والدكتوراه. تواصل معي بعض الزملاء من السعودية قالوا والله ما تضمنوا طرح رائع، وإحنا جالسين نبرمج الدراسات من الكتاب لطلبتنا اللي الآن. نعم. يعني سيشرعوا في التخطيط للدراسات. نعم. وهذه القيمة اللي يمكن أن يقدمها الكتاب، يعني لكل متلقي، كل واحد سيستفيد من الاتجاه الذي يريد من مضمون هذا الكتاب، من المواضيع المطروحة في مثل ما ذكرت، يعني مجموعة من المؤلفين اشتركوا في هذا الموضوع بأفكار مختلفة. دكتور، لك أيضا يعني اهتمام بكثير من الجوانب تكتب فيها، ربما الاتجاه التربوي، ولديك أيضا مجال مهم اللي هو مجال المواطنة، لكثير من المؤلفات لك ارتبطت بهذه الجانب. خلينا نوقف كتجربتك أيضا ككاتب، كيف يستطيع الكاتب أن يجمع أو يكون لديه توأمة في مساراته في الكتابة، ويقدم فعلا في كل مسار ما يحقق يعني الفائدة المرجوة منه؟ نعم، يعني موضوع المواطنة يعني علاقة طويلة تمتد. نعم. إلى 20 عام، وكانت يعني القضية هذه شغل الشاغل، سواء في دراسات العلمية بالماجستير أو الدكتوراه، ومن ثم في أبحاث اللاحقة والتأليف. يعني وأنا كنت أحاول أفهم هذه الرابطة المعقدة يعني طوال هذه السنوات، يعني وأحاول أن أفكك جوانبها المتعددة وعناصرها المتداخلة، لأنها لها ارتباطات متنوعة ومتعددة، ولله الحمد في أكثر من يعني من كتاب. هذا ناهيك عن الدراسات. نعم. الآن المشروع الكبير اللي أنا قدته خلال كوفيد هو توثيق تربية المواطنة في الوطن العربي. نعم. وهذا مشروع ضخم، لأنه عندي 19 دولة عربية و19 كاتب. من حاولت طبعا أكمل جميع الدول العربية، ولكن للأسف لم أتمكن من الوصول إلى كتاب من الصومال وجيبوتي وجزر القمر رغم. نعم. المحاولات. الآن الكتاب الأول، الجزء الأول اللي هو عن الخليج، تربية المواطنة في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، سوف يظهر الأسبوع القادم. وأيضا. نعم. كان فيه جهد كبير وعمل نوعي. الكتاب سيكون وثيقة ومرجعية لمؤسسات التعليم ومراكز البحث، لأنه ذهبنا أنه نستقرأ النظام التعليمي، سيما الآن دول الخليج تمر بتحولات ورؤى مستقبلية وغيره، فطرقنا صورة المواطن وخصائصه، وكيف نستطيع بالفعل أن نرسم الدور المستقبلي لأنظمة التعليم في إعداد هذا المواطن. نعم. الجزء الآخر سيكون عن الدول العربية. نعم. جميل. وهذا الجزء هو في المراجعات الأخيرة، أتصور إن شاء الله في بداية شهر 6 أيضا سيخرج هذا الجزء. نعم. إذن هذا المشروع هو كان جزء من الأجندة البحثية في سنوات سابقة، وجاءت فترة كوفيد وجاء التفرغ العلمي في المملكة المتحدة ليعطيني فرصة أني بالفعل أبدأ في هذا المشروع، وقيادة 19 متخصص، يعني أيضا عملية لم تكن هينة،
قضينا ساعات طويلة في التواصل والاجتماعات عبر الزوم مع بعضهم، التعديل، قراءة النسخ. يعني أنا يمكن يستغرب المستمعين الآن، كتاب التربية في دول الخليج العربي قرأته بعد اكتمال النسخة الأولى 10 مرات، والكتاب من الحجم الكبير. وكنت أقضي طبعا ساعات متأخرة من الليل وأنا ودقق على هذا الكتاب. نعم، نحن ننشد الكمال، والكمال الله وحده. يعني ولكن نتحرى أن نخرج عمل بالفعل النوعي يليق بهذه المرحلة وما وصلت إليه طبعا الكتب المحررة اللي تصدر من مؤسسات بحثية. فهذا لله الحمد جهد، وأنا أفخر أنه هذا الجهد يخرج من عمان. من 10 سنوات كان عملت لفترة استشاري لبرامج تربية المواطنة في وزارة التربية والتعليم، وكان الحديث أنه مع الوزير السابق أنه سنجعل عمان بيت خبرة في مجال تربية المواطنة. وطبعا هذا جزء من ذلك الوعد في ذلك الوقت. مرينا بتحولات، ولكن هذا جزء من ذلك من تلك الأحاديث. يعني لم يطويها الزمن. الزمن يطوي أشياء كثيرة، ولكن لم يطويها الزمن. بقيت تتحمل مسؤوليتها إلى متوفي بذلك الوعد. نعم، ظل المشروع قائم ولله الحمد. اليوم ينتهي هذا المشروع، وهو إهداء لوزارات التربية والمهتمين. وأنا عندي دعوة من دورية عالمية متخصصة بالمواطنة لإعداد أعداد خاصة من هذا الكتاب. وهذا طبعا بيكون بعد ما تصدر الكتب، نحاول أنه نعمل ترجمة إنجليزية لنشر بعض فصول هذا الكتاب، لأنه ما كتب عن المواطنة باللغة الإنجليزية عن الوطن العربي وهو يمر بكل هذه المخاضات تعليميا وسياسيا قليل. فهناك مهتمين أن يعرفوا كيف نربي مواطنينا، كيف نربي طلبتنا على المواطنة. فهذا فيما يتعلق بموضوع المواطنة. نعم، حديثك دكتور أيضا يعني يعود بي لكثير من التفاصيل اللي تضمنتها رؤية عمان 2040. المواطنة حاضرة بقوة، وتعزيز الهوية أيضا حاضرة في كثير من المفردات، وأتوقع مثل هذا الإصدار وعلاقته أيضا بالتربية سيكون مصدر إثراء في عملية التطبيق الفعلية لكثير من هذه المحاور، لأنه يرصد تجارب أيضا ممكن أن يستفاد منها مستقبلا في هذا الجانب. وهذا طبعا يعني ما أتأمله، يعني أنه المواطنة كانت بعد من أبعاد رؤية عمان 2040، وهذه التجارب العربية في مجال التعليم إذن هي الآن متاحة لنا أن نستقرأها ونستفيد منها، وأيضا أن نقيم واقعنا في ضوءها وفي ضوء تجارب الدول الأخرى. كما أنه يعني الكتاب سيفتح المجال لعدد كبير من الدراسات اللي ممكن تقرأ في حقل المواطنة من قبل طلبة الدراسات العليا سواء في عمان أو خارج عمان إن شاء الله. نعم، إذا نخرج دكتور لفاصل لنعود بعدها. تنضم لنا الأستاذة أزهار بنت أحمد الحارثية مديرة النادي الثقافي لتلقي أيضا بعض الإضاءات على دور المؤسسات الثقافية في دعم حركة التأليف والنشر في السلطنة. اقترب من تجربة النادي الثقافي، كانت لهم برامج نوعية في هذا الجانب. متابعينا الأعزاء، واصل تقديم ما تبقى من محطات برنامجكم أبعاد ثقافية، هذه المرة إلى محطة جديدة أيضا ضمن حديثنا عن حركة التأليف والنشر واقعها وأفاقها المستقبلية في السلطنة. ونقترب من دور المؤسسات الثقافية وبالتحديد النادي الثقافي. تنضم لنا للحديث عن هذا الجانب عبر الاتصال الأستاذة أزهار بنت أحمد الحارثية مديرة النادي الثقافي. أستاذة أزهار مساء الخير. مساء النور، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا فيكم، أهلا وسهلا بمتابعي برنامج أبعاد ثقافية. حياك الله أستاذة أزهار. وطبعا نحن نتحدث اليوم عن موضوع مهم وهو مصدر لتعزيز أيضا النشاط والحراك الثقافي من خلال حركة التأليف والنشر في السلطنة. اليوم النادي الثقافي كأحد المؤسسات الثقافية البارزة ولها أدوار واضحة في هذا المجال، كيف تنظرون إلى أهمية دعم حركة التأليف والنشر في السلطنة؟ بداية يعني فكرة النشر أو أهمية النشر والتأليف مهمة في كل مكان وليس فقط في السلطنة، لذلك يكون الدعم
عبر الأفراد وعبر المؤسسات مهم جدا، لأنه هو الدافع اللي يشجع المؤلفين على الاستمرارية. نعم. طبعا أي كتاب ينشر أي كتاب يصدر يعتبر خطوة جديدة تجاه حركة النهضة والازدهار لأي أمة. نعم. ولذلك لكي يعني إحنا في السلطنة لكي نحقق هذه الحركة وهي نصل لأهدافنا الفكرية للرقي الذي نسعى له الذي نصب إليه، إذن لابد من تكاتف الجهود في موضوع التأليف والنشر. نعم، لكن اليوم هذه الحركة يعني وهذا النشاط اللي نشاهده سواء من خلال يعني الجهود اللي تبذلها المؤسسات الحكومية أو المؤسسات الثقافية كذلك في تبنيها لكثير من هذه البرامج أو جهود دور النشر اللي ربما قائمة بجهود شخصية، هل كل هذا النتاج اليوم يلبي تلك الحاجة وذلك النهم نحو العلاقة بين الإنسان وبين الكتاب؟ يعني أعتقد أنه هذا النهم أبدي. نعم. لا يمكن يعني إنه كتاب معين أو عدد معين من الكتب يمكن أن يغطيه، ولكن أستطيع أن أقول وخاصة الآن وبعد يعني ظهور عدد من دور النشر العمانية. نعم. أيضا انتشار المكتبات وانتشار المكتبات الإلكترونية بشكل خاص، حركة الدعم المؤسسات الثقافية مثل وزارة الثقافة والرياضة والشباب، مثل النادي الثقافي، مثل الجمعية العمانية للكتاب والأدباء وغيرها من المؤسسات، هذه ربما أن تكون مفتاح وطريق للمؤلف أن يجد مكانه. في السابق كان يكون صعب النشر، صعب أو في كان تخوف نوعا ما أنه أنا أتجه لأي دار نشر أو أي مؤسسة أو كذا. الآن يعني الوضع أصبح أسهل، وأيضا أنت من تستهدف من قراءك، يعني من هم جمهورك؟ هل هو جمهورك في السلطنة، في الوطن العربي، في العالم؟ فكل هذه الأشياء أصبحت يعني قريبة لأي كاتب، أصبح البحث عنها وإيجاد مخرج لها أسهل من السابق. نعم، دعيني معك أيضا أقترب من النادي الثقافي، وما هي الجهود التي يقدمها في دعم هذا الجانب؟ طبعا جهود النادي الثقافي قديمة، يمكن بدأت منذ أن تأسس النادي الثقافي في هذا المجال، ولكن بالأخص في عام 2006 بسبب البرنامج الوطني لدعم الكتاب. نعم. استطاع النادي أن يخرج إلى النور العديد من الأعمال الثقافية الداعية فكرية في مجال الدراسات أيضا. نعم. فهذا البرنامج بنفسه يعني ساهم مساهمة كبيرة في حركة النشر والتوزيع للكتاب العماني، وأيضا من خلال تعاونه مع مؤسسات النشر أو دور النشر سواء في داخل السلطنة أو في خارجها، وأيضا يعني نشر الكتب الثقافية أو الإبداعية أو الدراسات هي ليست فقط دعم للكاتب أو المؤلف نفسه، وإنما هي أيضا دعم لدار النشر. نعم. فهذه يعني كلها روابط متفقة مع بعضها البعض، يقوم بها الطرف يقويها الطرف الآخر. نعم. أستاذة زهار، أنا بسألك سؤال ربما أيضا مرتبط بك شخصيا، وأنت لك بعض يعني الجوانب في ترجمة بعض الإصدارات. اليوم ترجمة الإصدارات والمؤلفات كيف ممكن أيضا تساهم في مزيد من النشر لهذه الإصدارات وتوسيع قاعدة الاطلاع عليها من قبل يعني فئات مختلفة؟ نعم، طبعا هي الترجمة، أنت تترجم لأي لغة، إذا تستهدف المتحدثين بتلك اللغة. الآن أنا ما هو دوري كمؤسسة ثقافية في النشر والتأليف؟ دوري أن أعرف القارئ الخارجي بالكاتب العماني، بالنص العماني، بالفكر العماني، بالنهضة العمانية والحضارة العمانية، أيا كان نوع الترجمة في أي كتاب أو في أي منهج، إنما هو له هدف، والهدف من ذلك أن أوصل صوتي إلى خارج حدود لغتي أو حدود منطقتي أو المجتمع الذي أعيش فيه. نعم. فمهم جدا طبعا أنه نحن نوصل صوتنا للآخر، مهم جدا على المؤسسات والأفراد حتى المترجمين أن يبحثوا عن الخاصية أو عن الأسباب اللي تجعلهم يتخذوا من أي نص طريق لإيصال يعني المعلومة للخارج. يعني أنا لا أكتفي بأنه أختار أي كتابة أترجمه، لأنه ربما يعني لا يفيد أو لا يضيف أي قيمة فكرية للمجتمع اللي أنا أستهدفه، وإنما علي أنا خاصة في الوضع الحالي في
هذا الزمن، يعني أنت الآن بإمكانك تعرف أي شيء في أي لحظة وفي أي مكان. نعم. فلذلك لابد من الاختيار الصحيح لأي موضوع حتى يعني أوضح صورتي، صورة نفسي، صورة بلدي وثقافتي وتاريخي للآخر. نعم جميل. أيضا أستاذ أزهار، أتوقع مشروع مثل البرنامج الوطني لدعم الكتاب كان يحتاج إلى دعم لبقائه واستمراريته، وحتى مستوى الكم اللي ينتج عبر هذا البرنامج. هل هذا البرنامج اليوم واجه تحديات بالنسبة لكم؟ وهل أيضا هذا القطاع بشكل عام اللي هو مجال النشر والتأليف يواجه تحديات تحاولون كمؤسسة ثقافية تذليلها والتغلب عليها من أجل الاستمرارية على إبقاء هذه الحركة؟ نعم، هو حقيقة احنا في نادي ثقافي فخورين بالبرنامج الوطني لدعم الكتاب. نعم. البرنامج يعني حتى الآن تقريبا أصدر أكثر من 150 كتاب، هذا غير إصدارات الكتب المترجمة. نعم. هذه الكتب كلها كانت متنوعة، سواء شعر، نثر، تاريخ، مسرح، قصص أطفال. نعم. سياسة، اقتصاد، اجتماع، دراسات علمية، دراسات بحثية. فاحنا يعني حاولنا قدر المستطاع ان نستمر، يعني احنا ما قطعنا البرنامج بشكل كامل، وانما حاولنا انه لا نتوقف عن النشر. مثلا في عام 2020 تقريبا اصدرنا اربعه كتب. نعم. الان النادي الثقافي يتجه الى الوقت الحالي، قصدي بسبب الظروف المادية طبعا، البرنامج لم يتوقف إلا لهذا السبب، وإن شاء الله الظروف تتحسن في المستقبل. نعم. ويستمر البرنامج في دعم النشر والكتاب العماني والكاتب العماني أيضا. نعم. ولكن نحن ما زلنا مستمرين في طباعة الندوات العلمية التي يقيمها النادي. نعم. وندوة من أعلامنا طبعا، واللي هي ندوة أساسية في النادي الثقافي تقام كل عام. نعم. ونحاول إن شاء الله قدر المستطاع أن ننهج هذا المنهج في المستقبل. نعم جميل. ما أهم الخطط والبرامج اللي تعملون عليها في هذه المرحلة واللي يمكن تشكل جانب رافد أيضا لحركة التأليف والنشر من خلال خططكم وبرامجكم؟ إن شاء الله يعني الخطط متفائلين يعني في المستقبل إن شاء الله. الآن كل توجهنا سوف يكون للشباب، إذا يعني ندمج الشباب معنا في برامجنا، وخاصة فيما يتعلق بالتاريخ، لأنه أو مش التاريخ بشكل عام، إنه التاريخ والثقافة والأدب وكل ما يخص العنوان الذي اتخذناه هذا العام اللي هو عام 2021، الهوية والانتماء في عالم متغير. نعم. نحاول أن يكون للشباب دور في هذا الموضوع. أيضا أطلقنا مسابقة البحث العلمي. نعم. ومن خلال هذه المسابقة هي يعني مثابة مفتاح للشباب بحيث أنهم يهتموا بالموضوع التأليف البحث العلمي. نعم. وإن شاء الله كل هذه النتاجات سوف تصدر في كتاب، أن الندوات التي أقمناها والتي سنقيمها ستصدر. نعم. في كتاب، وأيضا سيكون للشباب نصيب منها. نعم جميل، يعطيكم أكيد العافية على هذه الجهود. أستاذ أزهار، إذا كان لديك أي إضافة في هذا الموضوع أو كلمة أخيرة، المساحة لك. شكرا لك يا أمل. في حقيقة يعني نادي ثقافي باب مفتوح دائما لكل مبدعين العقول النيرة، ونحن نسعى دائما لدعم النشر والتأليف، نسعى لاستثمار العقول التي تسعى للتغيير والتي تسعى للازدهار والاختلاف والتغيير أيضا. نعم. التحديات كثيرة في الوقت الحالي، وطبعا احنا كنا عارفين أن التسويق الكتاب من أهم التحديات اللي تواجهها العالم بشكل يعني واضح، ولكن نستمر نحن في ما نريد، لأنه هناك من يعني يمكنه أن يدعمنا، فإن شاء الله احنا أبوابنا مفتوحة مثل ما ذكرت، ونتمنى التوفيق للجميع ولكم أيضا طبعا. شكرا لك الأستاذ أزهار بنت أحمد الحارثية، مديرة النادي الثقافي، على هذه الإضاءات المتعلقة بجهود المؤسسات الثقافية في مجال دعم حركة التأليف والنشر في السلطنة. شكرا جزيلا. شكرا لكم. إذا مستمعنا، كانت هذه مداخلة الأستاذ أزهار. أعود إلى ضيفي في الأستوديو دكتور سيف المعمري. نتحدث دكتور إلى يعني دعنا أيضا نربط الموضوعين ببعض ونتحدث عن دور المؤسسات الثقافية اليوم في السلطنة ومدى التعاون بينها وبين دور النشر في تعزيز حركة التأليف والنشر ودعم الحركة الثقافية. طبعا مثل ما استمعنا أنه النادي الثقافي هو مؤسسة رسمية، وتصور أنه وضعه الرسمي يتيح له طبعا يعني بعض التحرك
في الأفضل في الشأن الثقافي وخاصة ماديا. يعني البرنامج الوطني أطلق لأنه هناك طبعا دعم مادي. بالنسبة للمؤسسات الخاصة هي تعمل بشكل مستقل ذاتيا، ولذلك يعني كل هذه الجهود هي تتجه لدعم حركة التأليف والنشر. نعم يعني هناك حاجة للتعاون، وهناك حاجة لإنشاء على الأقل مظلة ثقافية تجمع النادي الثقافي وغيره من المؤسسات النشر الفاعلة. نحن لا نتكلم عن من يصدر كتاب وكتابين، ولكن نتكلم مثلا عن المؤسسات الفاعلة في النشر والمستمرة عند استدامة، يعني مثل دار الوراق وغيرها. وجدنا خلال كوفيد مثلا بالمملكة المتحدة هناك جمعية للمؤلفين وقدمت دعم معنوي ومادي نتيجة تعطل كثير من الفعاليات الثقافية، لأن هناك الفعاليات الثقافية يعني المؤلف لا يكسب فقط من نشر الكتاب، ولكن أيضا يكسب دخله من الفعاليات الثقافية التي المدفوعة التي يذهب إليها، سواء كان رسام أو كاتب أو غيره. مثل هذه طبعا المبادرات يعني مهمة لإيجاد مساحة نتناقش فيها، نتحاور، نستطيع أن ننهض بحركة النشر، لأنه أيضا نحن كمؤسسات خاصة عندنا يعني دور لا يقل عن المؤسسات الثقافية. يعني يمكن أنا تكلمت عن دار الوراق وإصداراته، تكلمت أيضا ونحن في هذه المرحلة إن شاء الله نطلق 20 كتاب في الأسبوع القادم، وكل هذه الأشياء تدعم حركة التأليف والنشر. نعم أنه نحن عندما نتكلم عن الكتاب في عمان نقول أنه القارئ لا يستهدف فقط الكتاب العماني، ولكن الكتاب العماني يعكس عمان ويعكس ما يدور فيها ويعكس تربيتها وثقافتها وعاداتها وتقاليدها وفكرها ومستوى وعي أبنائها ومستوى وعي مؤلفينها. فكل هذه الأشياء التي تخرج من عمان أيضا هي عبارة عن جواز مرور ثقافي يظهر وجه عمان الآخر، وأيضا يظهر مساهمة العمانيين في حركة التأليف في اللحظة الراهنة. جميل. يمكن الوقت يداهمنا بشكل كبير، والحديث في هذا الموضوع يحتاج إلى أكثر من هذا الوقت المخصص لحلقة واحدة في هذا البرنامج. دكتور، كيف تنظر إلى يعني مستقبل التأليف والنشر في السلطنة، وما هي يعني المقترحات اللي ممكن أيضا تضعها كجوانب تطويرية لتعزيز هذه الحركة مستقبلا؟ يعني الحياة الثقافية بحاجة إلى جرعات منشطة، وليس بسبب فقط كوفيد والتقشف. نحن نعرف أنه الثقافة لا تتحرك فقط بالأموال، تتحرك نعم محتاجة دعم، ولكن هناك أشياء أخرى، البنية التحتية، التشريعات، تعاون المؤسسات الثقافية، الإعلام الثقافي، الصحف، الإذاعات، مثل هذا البرنامج، مثل ما ذكرت سابقا وصول اللي هو الثقافة إلى الناس. إلى فكل هذه الأشياء مهمة. نحن الآن على أبواب 2040 بحاجة أن نراجع، يعني استراتيجية ثقافية ليست غاية في حد ذاتها، إنما وسيلة لكي ننظم العمل الثقافي. فهذا النقطة الأولى. إحداث تغييرات في المناهج الدراسية وفي ساحة المجال للقراءة أيضا سيساهم في على مدى طويل في تعزيز هذه الحركة، وأيضا يساهم في تسويق الكتاب. معظم الكتب في بالغرب تشتريها المدارس، لأن القراءة مادة أساسية وشيء من يوم يعيش الطلبة. هذا المؤلفين، إنشاء جمعية للمؤلفين، يعني اليوم عدد كبير من المؤلفين يعني ويزداد، فبالتالي وجود جمعية تقدم. سيقول قائل طبعا جمعية الكتاب وهذا ممكن تقوم بهذا الدور، لا، هذا الشيء وهذا الشيء. المؤلفين طبعا محتاجين إلى يعني ورش، ومحتاجين إلى دورات في الكتابة، وأيضا إلى مسألة الحقوق الملكية الفكرية ومناقشة وصول كتبهم. فهذه ناحية تخصيص يعني أراضي لدور النشر النشطة. اليوم تخصص أراضي
الاراضي للمدارس ودعم لمؤسسات. طيب هذه دور النشر التي تعمل اليوم بحاجه الى انه تمنحونا قطعه ارض لكي يعني نطور فيها عملنا. نحن اليوم ندعم الحركه الثقافيه، نحن لسنا فقط يعني مؤسسه خاصه وبرامجنا تشهد بهذا الشيء، والاخرين ايضا امنحونا بعض المساحه لكي نتحرك نؤسس اللي هو مبنى، استطيع هذا المبنى هذا يكون مفتوح، تكون مكتبه اشبه بالمكتبه العامه. فهذا ايضا اللي احنا نضعه كخطوه لتطور دور النشر، وايضا اتاحه ما تملكه من اصدارات للعامه. مسألة الترجمة طبعا ذكرت، والترجمة لا يمكن مكلفة، لا يمكن أن تقوم بها إلا مؤسسات رسمية. المجالس البلدية ونشاطها الثقافي، أنا أتمنى أنه أيضا تقود زمام المبادرة في المحافظات وغيره، ونستطيع أن نتعاون في تنفيذ بعض اللي هو الأنشطة الثقافية، معارض كتب يعني موسمية، فعاليات ثقافية للأطفال. فهذا أيضا جانب آخر يمكن أن نتكلم عنه. تسويق الكتاب اليوم، يعني تسويق الكتاب لي يعني كثير من الكتاب العمانيين يقول والله أنا أريد أنشر بالخارج، يعني أساس أنتشر. فأنا أقول له من الآن الكتب العمانية اللي تنشر بالخارج لا تأتي بها دور النشر إلا لعمان، يعني لأنه يعني تسوق في عمان، لا يذهب بها إلى 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 كثير من المعارض أساس أنه لا تكون. فبالتالي يعني تسويق الكتاب العماني أولا ينبغي أن ينطلق من عمان، ثانيا الجهات الرسمية ينبغي أن تنطلق، وزارة الخارجية بالتعاون مع وزارة أو المؤسسات الثقافية أن تأخذ مجموعة من الإصدارات العمانية يعني تضعها في المكتبات العالمية نتيجة اللي هو التواصل اللي هو الثقافي، أو أيضا تهدى إلى بعض الزوار الذين يأتوا إلى عمان، تنتقى مثل هذه الإصدارات. هذا أيضا يعطي حافز للمؤلفين ويعطيهم عمل فعاليات سنوية ليدعى لها هؤلاء الذين المؤلفين الذين أصدروا كتب من أجل فقط اعطاهم بعض الاهتمام والدافعية. أنا أعتقد أنه سينعكس إيجابا على مواصلتهم. اليوم مشروع مؤلف محتاج إلى سنوات. تفريق المؤلفين، وأنا كتبت في السابق عن هذا الموضوع، تفريق المؤلف ضرورة لكي نرى نتائج إبداعي. كثير من الكتاب اليوم يقول لك والله أنا لا أجد وقت، يعني مع أنه عندي القدرة وعندي الرغبة، لأنه معظم وقتي يذهب للوظيفة. طيب ممكن نحن نلجأ إلى مسألة اللي هو التفرغ من الوظيفة لمدة عام، شريطة أن يكون هناك تصور لإنتاج عمل فكري أو عمل أدبي. هذا أيضا سيساعد يعني فيه، والأفكار كثيرة، هذه بعض الأفكار اللي ممكن نحن ندعم فيها الحركة ونفتح آفاق للمستقبل، ونستطيع بالفعل أن نتقدم وأن نتغلب على هذه التحديات وأن نتفائل. أنا بطبيعتي يقال أني متشائم، ولكن أنا أقول أنه خيرنا أن نشهد الشمعة بدل من أن نلعن الظلام. ولذلك يعني نحن في دار الوراق تركنا كل هذه التحديات واتجهنا للأمام، ومن أجل ماذا؟ من أجل أن يعني نعزز الحضور الثقافي للكتاب العماني. ويمكن أكيد أكثر يعني كثير من دور النشر العمانية لنتابعها، أيضا إصداراتها متوالية خاصة في هذه الفترة، للبعض اعتبرها فترة تحدي بوجود جائحة كورونا كوفيد-19. دكتور سيف بن ناصر المعمري، أستاذ مشارك بكلية التربية بجامعة السلطان قابوس وخبير إقليمي في المواطنة مهتم بالتأليف والنشر، احنا سعدنا جدا بوجودك معنا لمساحة تجاوزنا من خلالها العمر يعني المحدد لزمن البرنامج، وسعدنا جدا بهذا الإثراء وهذا الحديث حول موضوع التأليف والنشر في السلطنة واقعه وأفاقه المستقبلية. شكرا جزيلا لك. أنا أشكركم، وجميل أنه تجاوزنا، ونأمل أن تتجاوز حركة النشر الحدود أيضا في عمان بإذن الله. أكيد سيحظى هذا الموضوع في حلقات قادمة بإذن الله بمزيد من الطرح، كونه يستحق، وأن له أيضا محاور كثيرة ممكن أن نستحضرها ونناقش المختصين فيها من أجل تعزيز وبحث كثير من التفاصيل المرتبطة به. شكرا لكم مستمعينا ومتابعينا الأعزاء على متابعتكم لنا في هذه الحلقة من أبعاد ثقافية، تجمعنا بكم بإذن الله محطات قادمة من هذا البرنامج. كنت معكم
في إعداد وتقديم وتنفيذ هذه الحلقة أمل الجهورية، وفي الإخراج الفني الشكر لجميع الأخوة المتواجدين هناك في تنفيذ هذا العمل. نلتقيكم بإذن الله في حلقات قادمة من أبعاد ثقافية.